في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بقسنطينة، ذكر السكرتير الأول للأفافاس عبد المالك بوشافع بأن الحزب المعارض الوحيد في الجزائر هو حزب القوى الاشتراكية، ودعا إلى التصويت بقوة لمواجهة ما اسمه بالتزوير. التغطية لكريم لونيس. أول حاجة نقوم بها هو ضرورة تعبئة الناس والمواطنين إلى الانتخابات، لأننا أكبر تزوير نواجهه اليوم هو العزوف الانتخاب. حزب الوحيد والمعارض هو جبهة القوى الاشتراكية الوفافس، وهذه الناس بكل تعرفها، وأن هناك ما يسمى عنها بمعارضة، أين هي هذه المعارضة؟